والله بالنسبة لحنا صحية جدا الحمد لله يعني عجل الصخرة يعني حسن بعض بعض أنا وتخيف للدب كما تعرف يعني أن المقابلة مهمة أصبت أفضل أتمنى الله أن يكون وجه 100% باش إن شاء الله ندير المقابلة مزيانة. بالنسبة للمقابلة ديال اليوم يعني الحمد لله يعني الأهم فيها هو التوقيت ماشي مهم يعني الطريقة ديال اللاعب كما ملبي لكن الحمد لله يعني ظرف أجواء مزيانة أتمنى الله أن المقابلة تجي نحققوا فيها انتصار باش أننا نحققوا نقاط المقابلة المهمة خونا نطلعوا في سلم الترتيب. بالنسبة للمقابلة الزمالك يعني مقابلة عادية بحالها بحال كاع المقابلة نستعدوا لها بنفس الكفاية كما كتعرف الحمد لله هنا كنكونوا مزيانين يعني في الميدان ديالنا كنتمنى نحققوا نتيجة إيجابية يدخلنا أننا نمشيو مصر يعني بأريحية ونجيبوا تأهل لدور مجموعة إن شاء الله. الزمالك غادي يكون ماتش قوي بحكم القوة ديال الفريقين، فريق الزمالك عنده واحد التجربة احترافية على المستوى القاري، كنتمناو أنه يكونوا خصم عنيد ونحققوا المبتغى ديالنا وندوزو دور المجموعات، لأننا كنفكروا إيطاب باغ إيطاب باش نوصلوا الحمد لله المبتغى ديالنا، غادي نحاولوا ندرسوا الفريق الخصم نعرفوا مكامن القوة ديالو مكامن الضعف ديالو. نتمنى على الله ان نربيو فقنا الفلاطاج ديالنا باش نحاولوا نشرقوا الشعب المغربي والجمهور المصري ان شاء الله. بالنسبه للغياب كنظن على ان ما تكونش مؤثره على الفريق لان الفريق يعني الحمد لله قطع الغياب اللي كاين كيدير الاداء كيدير الواجب ديالو على احسن وجه. كنتمنى على الله ان اللاعبين اللي غيكونوا مكلفين باش يخوضوا هذه المقابلة يكونوا مكونسونطرين يكونوا التركيز ديالهم عالي ياخذوا الامور بواحد الجدية لان 30 مليون كتسناهم انهم كتسنى منهم الانتصار وكتسنى منهم انهم يرفعوا الراية ديال البلاد ان شاء الله.